personal matter. As a player, I want to play at the highest possible level. So it is a goal of mine to play for France. I'll explain why in at a later date, but now's not the time. أريد اللعب لأعلى المستويات. هي تصريحات أثارت سخطا كبيرا وسط مواقع التواصل الاجتماعي. الجماهير الجزائرية وبيت الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بعدما كانت جميع المؤشرات توحي بأن ياسين عدلي كان قريبا من حمل ألوان المنتخب الوطني الجزائري. التصريحات الأخيرة للاعب خط الوسط لنادي ميلان الإيطالي ياسين عدلي جعلت كل الجماهير الجزائرية ورئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي في قمة الغضب. وحسب مصادر إعلامية قريبة من رئيس الهيئة، أفادت أن الأخيرة يتجه صوب إغلاق ملف هذا اللاعب نهائيا، أو على الأقل في فترته الحالية رئيسا للفاف، بعدما كان ضم هذا اللاعب إلى التشكيلة الخضر ضمن أولوياته خلال الفترة الحالية. قرار عدلي باللعب لمنتخب فرنسا يعتبر ضربة موجعة لمخططات المدرب الجديد للمحاربين فلاديمير بيتكوفيتش، الذي كان يضع اللاعب على رأس القائمة الموسعة المعنية بمعسكر الخضر الذي سيقام هذا الشهر. فكيف سيتعامل بيتكوفيتش مع تصريحات عدلي بعدما كان متفائلا كثيرا من ضمه إلى صفوف المنتخب الجزائري في الوقت الراهن من خلال ندوته الصحفية التي نشطها بملعب نيلسون مانديلا؟